مساء الخير متابعينا الكرام، متابعي موقع بصراع الاجباري، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد من محافظه الاسكندريه. معكم صغر المصري مراسل موقع بصراحه. الاصرار والعزيمه تقدر توصلك لهدفك، وربك لما يريد احلامنا هتتحقق. نورهان زي ما حضراتكم شايفين خريجة كلية حقوق جامعة الإسكندرية دفعة 2023، قصة كفاح من محو الأمية إلى محامية، هنعرف قصتها خلال هذا البث المباشر من موقع بصراحة الإجباري. حبيكي أهلا، إزاي حضرتك؟ ألف مبروك التخرج. الله يبارك فيك. احكي لنا بقى يعني الأول على كده نفسك، واحكي لنا إزاي كانت قصة من محو الأمية إلى محامية. أوكي، أنا نورهان صبحي، خريجة كلية حقوق سنة 23. القصة بدأت أصلاً ما كنتش متعلمة ولا أي حاجة خالص، كنت قاعدة في البيت. كنت كل مطلوب من والدي أو إن أنا عايزة يعني إن أنا عايزة أتعلم وكده، فكان الإجابة كانت بتبقى لا، مفيش تعليم للبنات أو مفيش تعليم أصلاً، يعني مفيش تعليم عموماً. فوالدتي طبعاً يعني اللي هو لا، مفيش حاجة اسمها كده، أنا بنتي هتتعلم، مش عايزاها تشوف اللي أنا شفته، هعلمها وهكبرها وخليها تبقى حاجة، خليها يبقى في ايديها شهادة، تبقى سلاح ليها البعدين، ليها ولعيالها، مش بس ليها هي. فأنا والدتي بتعرف تقرا تكتب كويس قوي، فهي اللي كانت بتعلمني وهي اللي كانت بتخليني أذاكر وأنا صغيرة يعني وكده. بس فجيت عندي 13 سنة، جيت خلاص بقى اللي هي خلاص أنا نو أنا عايزة أتعلم، انا جبت اخري، انا عايزه خلاص اروح المدرسه بقى زي العيال، زي ما بشوف بنات خالتي عيال خالي بيروحوا المدارس انا كمان عايزه اروح. ما انا هم مش احسن مني في حاجه، انا زيهم. فجت ماما قالت لي لو عايزه تتعلمي، طبعا هي كانت بتدور من ورايا بس ما اعرفش، يعني هي كانت بتدور كده بس ما قالتليش يعني. فلما وصلت لحل قالت لي لو عايزه تتعلمي هتمشي معايا بس مش هتقفي في النص، هتيجي تقولي لي يا ماما قالوا لي يا ماما عادوا لي، لا هنكمل لغايه الاخر، هنحط رجلينا على اول الطريق، مش هتنزلي رجلك منه غير وانت مخلصه. قلت لها ماشي. طبعا انا ما كنتش فاهمه كلامها ده لان انا وقتها كنت صغيره قوي وكان كلام كبير عليا، بس كنت انا بالنسبه لي لا خلاص هتعلم مهما يكن هتعلم. فهي قدمت لي هنبدا المشوار وهنوصل مع بعض، هنكمل مش هنقف، هتقفي في النص قولي لي ما نبداش احسن. فجت بعد كده قدمت لي في حاجه اسمها محو الاميه. طبعا انا الكلمه خطفتني كده، فمحو الاميه دي اللي انا اعرفه كنت بسمع في التلفزيون ان هو كتاب بقى وبيروحوا بالكيسه وبيقعدوا جنب الكنيسه الكبيره وكده، فما اعرفش اصلا يعني ايه محو اميه. بس فروحنا للمدرسه، فهي وقتها رفضت لانه كان خلاص فاضل 3 شهور على الامتحان بتاعهم، لان المحو الاميه السنه فيها 12 شهر. فقالت لها يعني اتحايلت عليها شويه، ووالدتي لما لقيت ان مفيش خلاص امل فوالدتي بكت وقتها، فقالت لها خلاص هاخدها تحت الاختبار، يعني لو لقيتها تمام هتبقى معايا وهتاخد الشهاده السنه دي، لو لقيتها مش تمام هتفضل معايا 3 شهور دول وهتبتدي معايا من اول السنه الجديده، فهيبقى كده سنه و3 شهور. فماما قالت لها ماشي خلاص، ما موافقه، يعني المهم ان هي تحط رجليها على الطريق وخلاص. فدخلت تمام. من اول يوم هي لقت ان انا بعرف اقرا واكتب كويس قوي، يعني ما عنديش حتى الغلطات، بتبقى غلطات بسيطه يعني زي اي حد متعلم، زي اي حد عارف بيقرا يكتب كويس قوي. فتمام، قالت لي انا عايزه ماما بعد بكره. فروحت لماما قلت لها يا ماما الميس عاوزاكي بعد بكره. قالت لي لا، هي كده هتزهق، مش هينفع ان احنا كل شويه بقى نقول لها نزلنا عليها، سيبيها لما هي. قالت لي هختبرك اسبوع. قلت لها لا، هي عايزاكي بكره. فراحت لها تاني يوم، قالت لها هي ما شاء الله عليها، انا بس هجيب لها استسلام الوزاره ان هي عشان خاطر هي عندها 13 سنه، فالشهاده بتاعت محو الاميه بيستلموهم عندهم 14 سنه، فانا هجيب لها استسلام من الوزاره علشان تاخد شهاده محو الاميه. فتمام، وكملت خلصت الثلاث شهور بتاع محو الاميه واخدت الشهاده. لحظه استلام الشهاده المفروض ان انا هستلم الشهاده لما تم ال 14 سنه، فهي اصلا كانت جايبه لي استسلام من الوزاره. فلما هو اخذ مني الشهاده فرجع لقى شهادتين بمكانين مختلفين، محافظتين مختلفين. فرجع قال لي حبيبتي انت ساكنه فين؟ فقلت انا كنت بعرق جدا، كان في الشتاء، كنت خايفه متوتره لان اللي قبليه كانت اترفضت عشان عندها 14 سنه الا شهر،
فاترفضت. فانا كنت خايفه، فقال لي حبيبتي انت ساكنه فين؟ قلت له انا ساكنه هنا، شاورت على المحافظه الثانيه غير اسكندريه. فرجع قال لي حبيبتي طب انت كده جايه لنا ليه؟ قلت له لا انا ساكنه هنا. فالموظف اللي جنبه اتشنك عليه كده وقال له هات، فاخد الشهادتين قال لي انت ساكنه فين؟ قلت له ساكنه في اسكندريه. قال لي طيب اوكي خلاص. فما بصش بقى على السن ولا بص على اي حاجه، شايف الشهاده فكتب العنوان بتاع اسكندريه وخلاص. خدني اعطاني الشهاده، خدت الشهاده ونزلت جري على الشارع تحت، خايفه بقى حد ينادي عليا يقول لي هاتيها او اي حاجه. نعم خايفه حد ياخد حد يجي يقول لي تعالي هاتيها تاني. خلاص خدتها ونزلت جريت على تحت بقى، فضلت بقى مستنيهم تحت لغايه لما نزلوا لي. خدت الشهاده وقتها كانت مغلفه، شهاده محو الاميه كانت مغلفه. فاحنا كنا سامعين يعني قبليها ان لو الشهاده مغلفه احتمال ضئيل تدخلي بيها اعدادي عام زيك زي البنات، لو الشهاده مش مغلفه مش هتخشي بيها خالص. فانا لما خدتها الحمد لله طلعت مغلفه، الحمد لله فخدتها. وبعديها بقى ايه، والدتي راحت تقدم لي في المدارس، الحمد لله الحمد لله وبلا فخر اترفضت من جميع مدارس اداره وسط جميعهم، ولا مدرسه راضيه تقبلني. حتى مدرسه المنطقه اللي انا كنت فيها قالت لماما لا احنا مش هندخل واحده جهله تتعلم مع البنات، هي دي اخرها، هي تخش مهني علميها صنعه. علميها صنعه. فطبعا ماما مش عايزه ده، يعني ماما عايزه يعني عايزه بنتها بقى تتعلم وتخش كليه. وكان عندي طموح ان انا اخش كليه طب، فالطموح كان كبير وقتها، كان اكبر مما يكون يعني. المهم ماما قعدت تحاول مع جميع المدارس، مع اخر مدرسه بقى واخر محاوله كانت مدرسه ناصر. راحت مدرسه ناصر قالت لهم عايزه اقدم لبنتي، قالها لا ما عندناش تقديم. طبعا دي كانت اخر محاوله، فهي قعدت تعيط لو خلاص بقى الدنيا اتقفلت في وشنا خالص ومفيش امل تاني تماما يعني. فطب ايه هنعمل ايه؟ طب لا مش عارفين. طبعا في حاجه كده نسيت اقولها، ان انا مع بدايه اصلا دخولي محو الاميه حصل مشاكل مع والدتي وبابا انه لا مش هتتعلم، احنا اصلا متفقين من البدايه ان هي مش هتتعلم. فلا هعلمها، لا مش هعلمها، لا هعلمها، لا مش هعلمها. المشكله دي انتهت بالانفصال خلاص. فخلاص بقى احنا خدنا محو الاميه ومعانا الشهاده، عايزين بقى نخش المدرسه. طيب اوكي خش المدرسه، مفيش مدرسه قبلنا. فهي انهارت اليوم ده، وموظف في موظفه قالت لها روحي لمدير التعليم الاعدادي وهو لو اداكي استثناء اوكي واحنا هنقبلها، لو ما اداكيش استثناء خلاص احنا مش عاوزينها. فماما قالت لها ماشي، فخدتها وراحت. طبعا هي ماما راحت في نص ساعه جابت الاستثناء وجت، محدش مصدق هي جابته ازاي، بس ده جاب بفضل ربنا يعني والله، ولا واسطه ولا اي حاجه خالص. حتى الموظفه قالت لها جبتيه ازاي؟ قالت لها بفضل ربنا. جابت الاستثناء، الموظفه قالت لها تمام ماشي خلاص، قبلت الملف بتاعي. طب ايه عايزين ايه؟ قالت لها هاتيها بكره الصبح. طيب اوكي عايزين ايه للمدرسه؟ يعني اجيب لكم ايه للمدرسه؟ خدمات حاجه؟ احنا كنا بنسمع الاول زمان ان اللي بيدخل مدرسه او بينقل بيجيب اي حاجه للمدرسه. قالت لها مش محتاجين اي حاجه، هاتي لها بس لبسها ودخليها زي البنات. فاوكي ماما ماشي. جبنا اللبس، الكلام ده كان يوم الاربعاء بالليل، جبنا اللبس، جبنا الشنطه، جبت الكراسات، جبت كل حاجه، ورحت المدرسه يوم الخميس الصبح. اول يوم في المدرسه في اعدادي، اول يوم خالص كان عندنا حصه املا، المدرس ملانا كلنا، وبعديها لما الكراسات. طبعا اليوم ده كان يوم توتر بقى وخوف ورهبه وفرحه وكل حاجه متلخبطه. نسيت اكتب اسمي على الكراسه، فالمدرس بعد ما وزع الكراسات، بعد ما علم الكراسات، فسالنا يا جماعه مين كراسه مين دي؟ محدش رد، ولا انا رديت اصلا، انا ناسي اصلا انا كتبت اسمي ولا كتبتوش. فسال بقى مين دي مين دي؟ ما حدش رد. فخلاص وزع، خلص تعلم الكراسه كلها ووزعها علينا. مين يا جماعه اللي ما خدش كراسته؟ فانا ما خدش كراسه. طب دي كراستك؟ اه. ازاي بقى دي كراستك؟ قلت له يعني. قال لي انت اسمك ايه الاول؟ قلت له نهران صبحي. قال لي ازاي دي كراستك؟ قلت له والله كراستي بتاعتي خلاص، ما كله اخد كراساته. قال لي طب يعني انت اللي جايه محو الاميه؟ قلت له اه. قال لي طيب تمام. سابنا ونزل، المفروض ان هو كان جاي له نشره من الاداره ان في بنت عندك من محو الاميه، فاحنا حاطينها تحت الاختبار، دي لو ادتنا الاوكي بتاعها دي هتكمل الملف بتاعها، هيثبت في المدرسه وتتقيد على المدرسه على قوه المدرسه. ما ادتناش الملف بتاع، ما ادتناش الاوكي مش هيبقى الملف بتاعها يرجع تاني. فنزل اعطاهم الاوكي وطلع الحمد لله. دخلت بقى خلاص كده انا بقيت رسمي في اولى اعدادي. مرحله التكمله بقى، اولى اعدادي خلاص خلصتها ونجحت فيها والحمد لله. تاني اعدادي نقلت بقى المدرسه اللي عندنا اللي جنبنا بقى، ما خلاص ما دي بعيده عننا، نقلت المدرسه اللي جنبي. طبعا كنت لقيت من المدرسين رفض فظيع، اللي هو لا انت مستحيل تكوني انت مش انت. في مدرس انا افتكره لغايه دلوقتي اسمه ياسر حسين، قال لي لو مش انت اللي جايه من محو الاميه اعرفي ان انت خلاص شايله الماده بتاعتي، هتسقطي في الماده بتاعتي. قلت له والله انا مش هكذب يعني، هو انا
بقالي عشان هو وقتها كان خلانا نسمع خريطه الوطن العربي في ساعه سمعتها كلها، فهو اخذ عني فيدباك ان هو انا اصلا شاطره، فازاي انت بقى بتاعت محو الاميه؟ مستحيل. فنزل وشايف بعديها طبعا، يعني مش يومها، بعديها لما عرف فعلا اتاكد ان انا محو الاميه، لا بقى بقيت انا اللي بتكرم عنده في فصل على طول، مش كوسه والله، بس هو مش شطرت يعني. بس فوصلت بقى لمرحله ثالثه اعدادي، جيت في ثالثه اعدادي اول ترم ما جبتش مجموعه، يعني جبت مجموعه نص نص كده، لان والدتي كانت هي اللي بتشتغل وانا اللي كنت يعتبر شايله مسؤوليه البيت، فما كانش عندي يعني، انا كنت يعتبر شايله مسؤوليه بيت ودراسه الاثنين مع بعض. فجيت في الترم الثاني ماما قالت لي انت كده خلاص هتخشي بقى صنايع تجاره اي حاجه بقى، ما خلاص، ما احنا كده اللي احنا عملناه كله اتهد. قلت لها لا انا هذاكر اخش ثانويه عامه. الترم الثاني بتاع ثالثه اعدادي ذاكرت وقفلت، جبت ال 140 من 140 قفلتها كلها، كانت فرحه كبيره يعني. وجيت الحمد لله مجموعي كده كمل بقى 200 وحاجه واكتر يعني من مجموع الثانويه العامه، وقدمت ثانويه عامه. العقبات بقى بتاعه المراحل دي كلها كان انه فلوس كتير، فلوس حرام، ما ينفعش الفلوس دي حرام تدفع، شوريها دي كده كده بنته في الاخر، في الاول في الاخر هتعمل ايه يعني، هتتجوز وهتقعد في بيت جوزها وانت مربيه لغيرك وحاجات كده كتير ماما ما كانتش تسمع لها اصلا، بس احنا كنا بنسمع لها، مش بنسمع لها عشان تقطمنا، انا بسمع لها عشان تزودني، كانت بتزودني، كانت ماما تقول لي سامعة بيقولوا عليكي ايه، انت بقى اكسري كلامهم ده، سامعة انت متضايقه ازاي دلوقتي، اكسري الكلام ده ما تخليش حد يقطمك خالص. فكنت تمام كل ده اقول لها ماشي تمام وهكمل. جينا عند خلاص وانا بقدم ثانويه عامه قالوا لي قدمي تجاره وقدمي ثانويه عامه، شوفي انت هتقابلي فين. قلت لهم لا انا هقدم ثانويه عامه، لو مش هقدم ثانويه عامه مش هكمل بقى اصلا، هقعد بقى كده في البيت خلاص، لان انا مش عارف اكمل اي حاجه تانية. الحمد لله اتقبلت في ثانويه عامه ومرحله بقى الكفاح بدات بقى تماما بقى، فخلاص يعني لحد ما الحمد لله اتخرجت. بالنسبه بقى اللي بيقولوا مستحيل اللي انا اكمل خلاص انا اخدت حظي، توجه لهم رساله تقول ايه في النهايه؟ مفيش حاجه اسمها مستحيل. المستحيل ده احنا اللي بنحطه قدامنا وبنعلق، المستحيل ده شماعه احنا بنحطها قدامنا وبنعلق عليها. انا ممكن اكون ماما كانت في ظهري فانا ما كنتش شايفه المستحيل، بس هي كمان ما كانتش شايفه المستحيل، مش بس انا. فلا مفيش حاجه اسمها مستحيل، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها ايا كان، زي ما بنعرف نعمل الغلط بنعرف نعمل الصح. يعني لو انت شايف، على فكره انا عندي الغلط مستحيل مش هعرف اعمله، مش انا بقول مفيش حاجه اسمها مستحيل، الغلط مستحيل. فاحنا زي ما بنعمل احنا الغلط شايفينه بالنسبه لنا سهل، والحاجه الحلوه لا صعبه، لا انت خليك الحاجه الحلوه هي بالنسبه لك سهله، سهلها على نفسك. بس شكرك. انا بس عايزه اقول بس حاجه، كل ام وقفت جنب عيالها بجد شكرا ليها. كله كان بيشكر والدته يعني ان مامته شو وقفت جنبه كويسه، انا ماما الامراه الحديديه مفيش منها يعني، مش هقول بقى هي وقفت جنبي، لا هي عملتني، هي ما وقفتش جنبي، هي عملتني من اول وجديد، فبجد شكرا. متابعينا متابعي موقع بصراحة الكباري، بشكركم على تابعكم، حسن طلع كنت معكم من الاسكندريه صابر المصري، انتظروني وكل ما هو جديد في حينه.